العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلام الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وايضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم اذا لم يفهم الا بذلك، او ليفهم اذا لم يفهم بذلك الا بذلك. وهذا الباب فيه كما ذكر المصنف استحباب بيان الكلام، استحباب بيان الكلام بحيث لا بد ان يكون المتكلم واضحا في كلامه، لان المراد من الكلام هو البيان والايضاح وايصال المعلومه للغير. فإذا لم يكن الكلام واضحاً بيناً فإن المقصود لا يتم. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم البيان والإيضاح، كما سيمر علينا في الحديثين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا حتى تفهم عنه. وهذا الحديث محمول عند أهل العلم، إذا لم تفهم هذه الكلمة كررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع المقصود. أما إذا فهمت من أولها وهو الغالب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا داعي للتكرار. فالتكرار المراد به في هذا الحديث كما ذكر أهل العلم أنه عند الحاجة إليه. أما إذا لم يكن ثم حاجة فإنه لا يكرر الكلام، ويبقى الأمر على أصله في وضوحه ووصول المعلومة إلى المخاطب. قال: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. وأيضا هذا الحديث محمول عند أهل العلم على وجهين. الوجه الأول أنه يسلم ثلاثا إذا لم يسمعوا منه السلام، فيسلم مرة إذا لم يسمعوا، سلم ثانية إذا لم يسمعوا، سلم ثالثة وبعدها انقطع العذر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما ذكر بعض أهل العلم أيضا أنه إذا كان المجلس كبيرا والسلام في أوله لا يسمعه من في آخره، فعندها يسلم على كل مجموعة بما يسمعهم، فيسلم ثلاثا في المجلس الكبير الذي لا يسمع من في أوله الكلام الذي يكون في آخره والعكس. أما إذا سمعوا من أول الأمر فإنه لا يكرر السلام، فكما أنه لا يكرر الكلام إلا عند الحاجة فكذلك السلام لا يكرر إلا عند الحاجة إليه. هذا هو الأصل. ولذلك من استقرأ حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا يكرر الكلام ولا السلام إلا عند الحاجة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، يعني كلاما مفرقا لا يدغم بعضه ببعض، وإنما كان كلامه كلاما مفصلا بحيث يفهمه السامع. قال: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. وهذا هو الواجب على من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتكلم بكلام مفهوم يفهمه عامة المخاطبين، ويكون الكلام مفصلا يعني مفرقا، ليس كلاما هذا سريعا لا يفهم، وإنما يكون مفرقا واضحا بينا يفهمه عامة الناس. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها اليوم كثير من الناس من الخطباء والدعاة وغيرهم أنهم يتكلمون بكلام لا يفهمه إلا خاصة أهل العلم، بل قد يتكلمون بكلام لا يفهمه المرء حتى يرجع إلى القاموس ليعلم ما هي هذه الكلمة. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن بعض الناس يعني يتكلم ليستعرض معلوماته وعضلاته في اللغة، فيأتي بوحش اللغة وبالكلام الذي لا يعرف حتى يقال عنه أنه الخطيب المفوه
والداعي الذي لا يشق له غبار ونحو هذه العبارات. ولا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الذي يخطف الناس ويعظ الناس ويتكلم مع الناس يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس، لا ينزل إلى اللغة العامية البحتة، ولا يرقى إلى يعني معارك الكلام في اللغة، وإنما يكون وسطا بكلام يفهمه الجميع. ولذلك من استمع إلى يعني دروس ومحاضرات الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان حفظه الله يعلم أنهم على هذه السنة، لأن كلامهم يفهمه الجميع. ولذلك تجد في دروسهم الكبير والصغير، العالم والعامي، لأن الكلام الذي يتكلمون به كلاما مفهوما يفهمه جميع الناس. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتكلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. ثم قال رحمه الله: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. وهذا أيضا من الأداب عند الوعظ وعند التذكير، سواء للواعظ والمخاطب، لابد أن يتأدب الجميع بأداب العلم. منها إصغاء الجليس لحديث جليسه، هذه من الأداب التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس، إصغاء الجليس لكلام جليسه، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فإن من الأداب والأخلاق الرفيعة أنك تصغي إلى كلام جليسك. واليوم في الحقيقة الناس ضيعت هذا الأدب العظيم، فتجد الجليس يكلمه جليسه وهو غافل عنه. والأعظم من ذلك أن يكون هذا في شأن الوالدين، أن يكلمه والداه وهو ينشغل عنهم بجواله وبنحو هذا. لا شك أن هذا من أعظم الأمور، فالواجب على المسلم أن يصغي إلى جليسه، ولا تصعر خدك للناس، لأن عدم الإصغاء إلى الجليس والالتفات عنه أثناء كلامه إليك نوع من تصغير الخد عند بعض أهل العلم. فالمسألة ليست مسألة سهلة، فالإنسان عليه أن يتأدب بأداب الإسلام ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. هذا قيد مهم، فإذا كان الكلام حراما لم يستحب ولا يجب أنه يستمع إليه، بل الواجب عليه أن يزوره إذا أمكنه ذلك أو يفارق المكان. قال: واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه، يعني قبل أن يتكلم يستنصتهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يلقي هذا الكلام من غير تشويش. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في المساجد، تجد المتكلم يتكلم وتجد اثنين في آخر المسجد يتكلمون مع بعضهم، وهذا مخالف للسنة ولصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في الحديث بعد قليل. ولذلك من الأدب أن الإنسان إذا جلس في مجلس علم أنه ينصت، هذا من الأدب، ولا يتكلم. إذا أراد الكلام فإنه يخرج من هذا المكان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله الذي ذكره المصنف، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني أمره أن يأمر الناس بأن ينصتوا. لماذا؟ من أجل أن يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الشاهد لهذا الباب أنه أمره بأن يستنصت الناس. ولذلك إذا دخل الإنسان في مكان فيه يعني موعظة أو تذكرة فإنه لا ينبغي عليه أن يشوش عليهم، لأن بعض الناس إذا دخل مثلا في مجلس غير المسجد، في مجلس ورأى موعظة أو تذكرة فتجده يسلم على الناس، وهذا خطأ، لأن هذا يشوش على الموعظة والتذكرة. فالواجب في مثل هذا الحال ماذا يفعل؟ أنه يجلس، ثم بعد انتهاء الموعظة والتذكرة يقوم ويسلم. أما أن يسلم أثناء الكلام فإن هذا خلاف الاستنصات. والناس ولله الحمد إذا أرادوا في هذا يعني خاصة في هذا الزمان في المجالس، إذا أرادوا أن يستمعوا الموعظة استنصتوا الناس في المجالس، كان يقول: نوحد الكلام، نوحد المجلس،
هذا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، فبأي لفظ كان الاستنصات فإنه مستحب حتى تسمع الموعظة، وحتى تفهم الموعظة، وحتى يكون لهذه الموعظة هيبة العلم. هيبة العلم ليست بالأمر السهل، لا بد أن يكون للعلم هيبة ويكون للعلم وقار، لأن هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حجة الوداع فيها من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والوصايا الكثيرة، ولكن ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث لأنه من حديث جرير، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن القتال، فقتال المسلم حرام، سبابه فسوق وقتاله كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، والكفر المراد به في هذا الحديث. وإذا الفائدة الثانية الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين اقتتلوا، فهم مؤمنون ولكنهم وقعوا في الكفر الأصغر. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا في القتل، فسماه أخا له، فدل على أنه لا يكفر الكفر الأكبر ولكنه الكفر الأصغر. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.